محمد قانوع في أول تعليق على وفاته، آخر فيديو له وأول ظهور لزوجته. بابا ويا بابا انت سيد وانا شبلك وحاميني في غابة. على صفحتها الرسمية على انستغرام نشرت ابنة الفنان السوري الراحل محمد قنوع ماسة قنوع ستوري نعت فيه والدها بصورة من الحرم المكي لتعلن وفاته بأزمة قلبية خلال عملية قسطرة للقلب وزيادة دعامات. إذن هذا هو السبب الرئيسي لوفاة قنوع خلال عملية جراحية. وتشير مصادرنا إلى انهيار ابنة محمد قنوع التي نشرت فيديو لها مع والدها وهي تقبله وعلقت عليه بشبه بابا. قلبي إلو هو عمر الحلو يا عيوني تغزلوا بجماله. أما زوجة محمد قنوع فهي في صدمة ويحاول المقربون منها مساعدتها على تخطي هذه الصدمة. وكان الفنان السوري محمد قنوع قد توفي عن عمر يناهز 49 سنة بأزمة قلبية. أمي أمك قبل زوجتك؟ طبعاً هيدي مثيرة للجدل هيدي. لا ليش؟ وترك وراءه مواقف اعتبرت متشددة خصوصا عندما صرح في أكثر من برنامج تلفزيوني أنه يرفض زواج ابنته من رجل مسيحي. إذا بنتك حبت رجل من غير دين تقبل؟ لا ليه؟ ما يعني هلا من غير دين يعني بدنا نقول الديانة المسيحية فرضا بده يأسلم ما عنا خيار تاني. يعني إذا بدك نفوت للزواج المدني فلا أكيد لا. أنت ضد الزواج المدني؟ مو ضده يعني هو ما زواج شرعي أساسا. ما زواج شرعي؟ طب ليش اسمه مدني؟ لأنه مو شرعي. هو زواج قانوني لأنه مو شرعي يحفظ حقوق المرأة بس والرجل. يعني أنا عندي مشكلة يعني أنا مثلا إذا بنتي تجوزت شاب مسيحي نعم. هو ضل عدينه وبنتي ضلت عدينها الولد شو بده يجي؟ على دين الخيار ما يحترم الخيارين يعني يحترم الدين. لا ما ما, ما بشوفه صح. لو قررت تتزوج يهودي قلت لي مسيحي ليه ما رحت على يهودي؟ هذا مستبعد نهائيا.